سنة 2019 أخذ فيها القاتل الصامت أرواح العشرات من الأبرياء عبر الوطن، حيث سجلت المديرية العامة للحماية المدنية 145 حالة وفاة اختناقاً بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة. منذ جانفي 2019 145 حالة وفاة، أكثر من 2000 شخص تم إنقاذه وإسعافه يعني من طرف عوان وأطباء الحماية المدنية. وخطر الاختناقات بالغازات، لا سيما اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون، إذ نعرف بهذه المناسبة العائلة تجتمع يعني بمناسبة هذه عطلة نهاية السنة، من الضروري التحسيس من هذا الخطر. أسباب عديدة ساهمت في ارتفاع حصيلة ضحايا الاختناق بغاز أحادي الكربون، أهمها سوء تركيب أجهزة التدفئة وانتشار المدفئات المغشوشة، خصوصا في ظل هذه التقلبات الجوية لتوخي الحيطة والحذر وتتبع التدابير الوقائية اللازمة، من ذلك مراقبة توصيلات تسريب الغازات، مراقبة شعلة النار لابد أن تكون زرقاء، بالإضافة إلى ذلك ترك منافذ للتهوية. ويتميز أحادي أكسيد الكربون بغياب الرائحة واللون، وهذا ما يزيد من خطورته، فهو ينتشر بسرعة فائقة بالدم ويقضي على الأكسجين بخلايا الإنسان، وتبقى الوقاية خير من 1000 علاج.